السلام عليكم، لا يجوز تقييد حرية مواطن الا من قبل جهة ضبط قضائي ولتهمة معروفة ولمدة لا تزيد عن 24 ساعة، ثم يخلى سبيله او يحال الى النيابة العامة التي يجب ان تباشر التحقيق فور وصول المحتجز اليها وتقرر اخلاء سبيله او الافراج عنه بضمان او حجزه على ذمة التحقيق لمدة لا تزيد عن سبعة ايام. ولا يجوز ان يبقى اي شخص محتجزا لاكثر من سبعه ايام الا بامر قضائي هكذا يقول الدستور والقانون اليمني لكن السلطات الحوثيين لا تعرف هذا الدستور ولا تعترف به فلديها دستورها وقانونها الخاص قانون الغابه الذي تريد ان تحكم به كل الشعب وكل البلاد مشاهدينا الكرام، في مدينة تعز استخدم الحوثيون مباني مدينة سكنية وحولوها إلى سجن للتعذيب وإخفاء المواطنين قسريًا. عشرات من المدنيين والعسكريين وربما مئات اختطفت بعضهم من البيوت وبعضًا آخر من الجبهات. المختطف السابق إمام عادل يروي لنا بعضًا من مشاهداته ومعاناته في سجن مدينة الصالح. نتابع ثم نعود. كنت في عزاء جدتي الله يرحمه بعدين خرجت للوادي طريق الطريق خرجت للوادي جري الوادي اجا سياره صالون من انت عسكر مسلحين قاموا فتح امان البنادق حقهم معشقين جهه راسي مصوبين الاوالي جهه راسي يقوم واحد منهم مسك شال وغطي على عيوني طلعنا مشونا بالطريق يعني قنت انت بطريق من تجاري كيف عاد واحد يمسك بالراس يقول يهزك يقول لك باتجي لك ضيافه حقك باتجي غير باتجي غير تمشي تطلع يوصلنا مشو عملوا عمليه تمويه دخلنا فرعي وبعدين خرجوا رجعوا الدامار مشوب وسط الطريق الزفلت لا مدينه الصالح دخلنا كان اول ما دخلته كانوا يقولوا وصل وصل انا مغطي على عيوني يقول لهم ايش اللي وصل قالوا وصلت انت قلنا خير طلعنا لشقه لقيت في هذه الشقه اثنين مساجين وواحد منهم مريض تعبان واحد كان بنفس عمري هذا التعبان اللي كان مريض كان هذا الشخص انه يعترف على بعض على حاجات ما عملهنش ولا ارتكبهن فقاموا بمنع العلاج حقه حق تكسر الدم وضربه بمطرقه على رجل مكسور به ضربه بمطرقه بعدين انا قصيت جنبه قلت له مالك يا اخي يا اخ قال, قال والله تعبان يعني واسيته قصيت جنبه الصبر الصبر بعدين انا وهو جالسين نتكلم قليل دقوا الباب دقوا الباب قالوا امام عادل انزل نزلت بعدين بدون ليش انت في الزلاعي قل لهم مواطن طبيعي على طول ما يبدا يسالك يقول لك انت كذا 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 عمليه ضرب 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 ضبط يعني معه عصا خبط خبطك بالاكتاف بالعضل كهرباء الكهرباء يطزطزك تقول له يا اخي ايش تشتين يا فلان ايش تشتين موت ايش تشتمني مني يقول لك اعترف على ايش اعترف يقول لك اعترف ما ايش تهمتين يقول لي من الذي كان يعمل الكمائن قل لهم ليش علاقة ليش ابوك مع المقامة انا ليش علاقة في ابي انا يوم فهمتوا رقانا سخرق العاب امشي العاب كانوا يقزعوا يهددني ناس يقول لي ابوك ابوك الله بيروح بنذبحه أبو أبوك, ابوك ابوك والله بنفعلهم قزار ما يروح ابوك ابوك وانا كنت اعيش برعب افتكر على بي كنت كنت ما أخرق اخرج اخرج ناس كي واتصل لي بي يقول لي بي ما فيش شي مالك منه. كل الكلام حقهم وقال على بين اي شيء عمله شيء عملوه هذا وانا ما ليش دخل فيه انا عارف حاجه وحده على بين انه بسبب البلطجه وحقهم الاعمال وانه هو يجلس يقارعهم يتكلم عليهم يهجيهم بالكلام حقه وهارب منهم بسبب هرب منهم بسبب حقهم الاعمال التي يمارسونها داخل خدير هرب منهم بس هذا الكلام اللي انا كامل عندما خرج بي من من ضمن خدير بليلة ثاني العيد كان كان يجي لنا كل يجي لنا الطقومات بالليل الساعة ثلاث يحوطوا على البيت وعلى ويفكوا الطقومات تبع راست عندهم كانوا يفقعون او كنا يعني عايشات برعب بعد كانت امي تآلمنا لمكان ونجلس نبكي ويعني نشتكي النبي في الايام بعدها بعدين انتقلنا ثاني زي... زي البيت الثاني كانوا زي هذاك الشيء يلاحقونا اللي جنب البيت يعني كانوا ما يخلوناش لحالنا قلت له يا يا محقق الله قال لا تزروا وازرة وزر أخرى قال لا هي عندنا تزير هذاك عند الله أما عندنا تزير لما يعني حسيت النفس حقوق قد تعب من الضرب نفسه تعب من الضرب وقف قلت يمكن وقف خلاص ما عادش يستمر على عمليه الضرب اللي كان يعملها فقام يرجع حتى انه ربح قليل رجع عمليه الضرب من جديد اعترف على الناس اعترف على الوالد اعترف على كل الناس يعني كل واحد بالمقاومه يقول فلان بن فلان ما اناش عارف به يضربك اشتك تقول اعرفه مع المقاومة ناس نزلوا في كل قضيضهم وحديدهم وقضيتهم وأسلحتهم من أجل القضاء على كرامة مجتمع حاولنا أنا بالنسبة لي كمواطن تربيت على مبادئ على قيام على حق المواطنة متساوية أكثر من سنتين وإحنا ن... يعني في ثورة مستمرة من أجل حاجة واحدة من أجل العيش المشترك من أجل الكرامة من أجل كذا أشوف إنه الكرامة اللي كنت أدور عليها أنا وغيري من رفاقي من إخواني من أبناء منطقتي من من كل شيء نحصلهم إنه هذه تسلب تسلب بين الليلة وضحاها يعني بعدد ب... من الأطقم والأسلحة وبسلاح الدولة تسلب المهم بعد ما, ما ضرب لما ارتاح او ما حدا يعرف ايش, ايش المغزى حقه من الضرب ايش يستفيد هل هو يرتاح نفسيا ام ما يرتاحش لما كمل عمليه الضرب طلعنا رجعنا للشقم للشقه من جديد الحمد لله يعني اصحابي قاموا مع سنة يخففوا عني الالام اللي كنتوا حصلوا من اللي حصلتوا من الضرب ويتكلموا معي هذا حتى انه لما حسيت نسيت كل ما عملوه قصيت مع اصحابي الرفاق اللي كانوا بالسجن انسجمت معاهم وتكلمت ونسينا همهم قلنا خلاص الان مش مساجين بالعزله بالشقه قنا العنبر ما حدا يكلمنا عادي طبيعي هم ما وقفوش ضروري يعيش المساجين الاسرى ضروري يعيشونهم بحاله رعب رعب نفسي يعني يطلع لك اذا بواحد واحد مريض ممنوع العلاجات اذا بواحد واحد دواخ نص... ندعي لهم يقولوا يعالجونه يندل له علاج يقولوا ضب ضرب فوقه ما يصدقوش احكي لكم حكايه واحد من المساجين اللي واحد كان في بو اعصاب شفته بعيني انا يعني في بو اعصاب دواخ قلت له انه بحقه دوخ دو ما عايزهاش بشي جلسنا نحاول نقيمه ما اقدرش الرجل مدوخ صيحنا لدعينا يعني عندنا صوت راعي السين صاحب السجن كوميل لعنة الله عليه صيحنا له برضه تجيبه؟ قص الرجال تعذب من الساعة ثمان للساعة ثنتين بالليل يتعذب يتعذب ما يصيح ومغوب دعينا لكميل من بعد من لما بصروا دق دقنا الباب بقوة أجاهم مسكنا ب أجاو دخلو شافوا له مغوب وعصاب كنا ماسكنا خمسة ماسكنا لا ماسكنا نو تشنو كنبو أجاؤوا بدل ما يتحملونه بالفرش أقل القليل يعني إذا في بهم رحمة يتحملونه بالفرش لا بس كله بالرجال حقه يسحبون يسحبون خلوه جسمه بالقاع يسحبون للدرج يقول له يا قبل الدرج يسكبوا فوقه يقول له يا كذاب قم يا كذاب قم يزبطون ضبط فوقه نحن نبصر يعني والقلب يتقطع له فما اكتفوش بهذا العمل وزاب فوقهم الرجال ما قامش قالوا يمكن يكذب مسكنه بالارجل يسحبوا على الدرج على الراس حقه يخلونه يفلت الراس حقه على الدرج يقول لك بيزام ده كذب شي يقوم بصروا ما باش فايده ركعوا نزلوا لسيارة السياره يقولون المستوصف يعمل له ابره ابره انه الرجال ما أقدرش قد حلقني شيء من الصياح هو مغوب والتشنق حقه يرجعونه يعني الرجل مخدر من ابره اعصاب وضبط فوق لهم ما الشقه اذا كرر مره ثانيه وغوط شقتلونه هذا هو عمالهم في امراض الامراض اللي بهم بالدم تكسر اللي اذا انهم يعترفوا بحاجات ما عملوا هنش ولا لهم دخل بهم يقومون باخذ العلاجات حقهم بياخذ العلاقات حقهم يمنعوا منهم منع خلاص عقاب مش تعترفش مالكش علاج يا اخي انا ما سويتش هذه الحاجه ماليش علاقه في بي يقول لك لا اعترف حتى لو انت ما سويتش قل سويت طبعا خلال الفتره هذه عشت في حاله رعب شديد جدا في حاله مطارده لي لاسرتي الاخبار توصل لي على اطفالي وهم من مكان الى مكان من مكان الى مكان تزيدني حزن تزيدني كآبة تزيدني لكن مع هذا صبرنا أنا كنت مسجون في إمارة الأمن القومي إمارة كوميل هذه إمارة كوميل هي تعتبر أخص عمارة داخل الصالح مدينة الصالح طبعا في شق هي مقسم شقق ناس محابس الشقق يعني شقة مجلس مع حمام شقة مع حمام شقق معهم شقة حدود ثمان شقق نحن معهم شقه اسمها شقه عدن هذه شقه عدن شقه مظلم ظلام ما ت... ما بيش اثر اي ضوء يعني وداخلته حماء ما تقدرش ترقد من الحمل اللي وسطه نار يقول لك برغم هذا الظلام برغم وحشه هذاك السجن هذيك الشقه عدن يهاتوا لك اخره الليل معهم تريك تريك اي ضوء تريك تكون انت راقد دق الباب الكل ينهض تنهض يضاوي التريك لعينك علشان ما تقدرش تشوف بس عقابك يبرد قلبه هذه الشقة تدخلها صحيح تخرج عليل انا انا شخصيا ضعف نظري بسبب هذه الشقه بسبب الظلم اللي وسطه الجو آه، الضوء اللي يسلطون على العيون لما يجي لك اخر الليل يفك الضوء لعينك آه، في هذه الشقة زد مساجين معانين مثل آه، محكوم عليهم بالعقاب عقاب ابدي اسمه عندهم مثل عبد الحميد جعفر محبوس سنتين قليل في هذه الشقة ممنوع انه يخرج شقة ثانية يعني. ممنوع التحويل حقه ممنوع يعني هذا قد هو مريض عبد الحميد مكانهم طارح انه في هذه الشقه المظلم في هذه الشقه الحما في هذه الشقه هذه عندهم شقه يعني اللي يعتبر انهم مجرمين كبار اي واحد يعمل يشاغب ما ما يقراش الملازم حقهم ما ما يمشيش حسب هواهم يعاقبونه في هذه الشقه طبعا لما عرفنا أنه مسك إمام عرفنا الساعه 2 بالليل كنا ما رقدناش طول الليل نحنا نبكي على امام وما نحنا وما نحنا انه كان مسجون مسجون دايق السنه كده برعب بخاف كان ما كناش متوقعين انه امام يخرج لما خرج كنا مستغربين لانه اذا واحد اذا واحد دخل الصالح ما يخرجش منه حاولوا انهم بكافه الضغوطات بكافه الوسائل انه حاولت انها حتى تدفع فلوس من اجل اخراج ابني من دا من المعتقل عن طريق وسطاء هذا لكن لا هم يقول لك لا هذا ما بيخرجش تعادل طيب عادل ايش عمل بهم؟ عادل ايش سوى؟ كلمه عندي الكلمه فقط الكلمه هل الكلمة ترعبهم لهذه الدرجه؟ تخوفهم لهذه الدرجه؟ ضمن ناس ضعاف، ناس ما عندهمش اساسا ما عندهمش قضيه، واللي ما عندهش قضيه يخاف من اي شيء مختطفون محرومون من الزياره يعانون الامراض وبعضهم جرحى يمنعون من العلاج ويستخدم العلاج وسيله لتعذيبهم وانتزاع الاعترافات منهم يحرمون من الاتصال يتعرضون للتعذيب بشكل دوري يكاد بعضهم يكمل عامه الثالث في هذا السجن الحوثي الرهيب لماذا لا تحترم ميليشيا الحوثي حقوق هؤلاء المواطنين في الحريه والسلامه والامن ولماذا تستمر في اخفائهم وتعذيبهم حتى الان وكم هو العدد المتوقع للمحتجزين في هذا المعتقل المسمى مدينه الصالح مشاهدينا الكرام للاجابه عن هذه التساؤلات وغيرها ينضم الينا الناشط الحقوقي رضوان شمس من مدينه تعز مرحبا بك سيد رضوان مرحبا كم هو عدد المعتقلين المقدر في هذا المعتقل المسمى مدينة الصالح؟ حقيقةً عدد المعتقلين هو بالآلاف بحسب معلومات أولية أن هذا المعتقل هو عبارة عن مدينة سكنية نعم. تحوي عدد من العمارات والشقق. واستخدم هذا المكان على اساس كمعتقل لمختطفين ومخفي ومعتقلين تعسفيا يعني نعم هل جميع بعض هل جميعهم من ابناء محافظه تعز الغالبيه من ابناء محافظه تعز الغالبيه من ابناء محافظه تعز خصوصا من ابناء المناطق المحرره يعني نعم وهو ايضا يستخدم كسجن لهم فيما يتعلق بالقضايا الجنائيه او قضايا تحدث في مناطق سيطرتهم استخدموه كسجن وخلافا للقانون يعني نعم من هم المحتجزين في هذا السجن بالضبط يعني هل هناك نمط محدد مدنيين عسكريين يعني مقاتلين بالضبط هل لديكم يعني تصور عن نمط المختطفين والمخفيين في هذا المكان؟ بحسب المعلومات المتوفره لدينا من نحن كراصدين حقوقيين قمنا برصد مجموعه من الانتهاكات المتعلقه بالاحتجاز والاعتقالات التعسفيه قابلنا كثير من الـ من الـ الذين انتهكت حقوقهم. نعم فمعظم هؤلاء المحتجزين الذين هم من نمط المدنيين والمقاتلين او المحسوبين على المقاومه او الجيش الوطني عددهم قليل جدا ومعظمهم لا يبقى في الصالح الا فتره محدوده ومن ثم ينقل الى معظمهم الى ذمار في منطقه في كليه كليه المجتمع في ذمار. نعم وايضا الامن القومي او الشرطه العسكريه في صنعاء معظم هؤلاء طبعا هؤلاء المحسوبين على الجيش والمقاومه نعم. لكن معظم من هم موجودين الان كمحتجزين او معتقلين في مدينه الصالح هم مدنيين ماذا عن الاطفال هل بين المختطفين اطفال حسب معلومات ان عدد الاطفال قليل جدا يعني موجودين هناك لكن هناك, هناك اطفال حتى لو كان طفل واحد في اي آه نعم هل سجلتم شهادات للمختطفين السابقين آه الشهادات بطريقه قانونيه تحفظ حقوق الضحايا في التعويض آه ايضا يعني تدلكم على معلومات اخرى لمن بقي ولم يتم الافراج عنهم بطريقه او باخرى نعم قمنا بتسجيل شهادات لمختطفين ولمعتقلين تعسفيا من بدايه الحرب حتى الان ونحن نرصد ونسجل شهادات لمختطفين وكان اخرهم السجين او المختطف او المعتقل تعسفيا هلال علي المنصوب هذا اعتبروه على اساس انه اسير حرب وهو في الحقيقه مدني تم استدراجه الى الحوبان وخرج بصفقه تبادل على اساس انه اسير حرب وهو في الحقيقه اعتقل اعتقال تعسفي هذه هذه طبيعه الميليشيا هذه طبيعه الميليشيا تختطف الناس من, من من الشوارع ومن من منازلهم ومن الطرقات ومن اماكن حملهم ثم تبادلهم بالاسره المقاتلين يعني من صفوفها عموما ما نعم هي ابرز يتم احتجازهم واعتقالهم بطريقه غير قانونيه نعم ما هي ابرز الشهادات يتم التي يتم احتجازهم واعتقالهم بطريقه غير قانونيه بلا شك ما هي ابرز الشهادات التي استمعتم اليها من من المفرج عنهم من هذه من هذا المعتقل ابرز شهادات طبعا سجلنا حاله في شهر 8 2018 طبعا هذه لمعتقل اسمه محمد سعيد غشي طبعا هذا من منطقه مديريه الصلو هذا الشخص تعرض للتعذيب وتم نقله من عده محتجزات بدءا بالصالح وانتهام في الامن القومي في صنعاء وبعد ان تعرضت حالته الصحيه لاسوا انتكاسه تم تسليمه لاهله بموجب ضمانات من اشخاص وهذا الشخص عاد الى مدينه تعز وتلقى العلاج لفتره محدوده حوالي شهر او اكثر وبعدها توفي متاثرا بجراحاته التي اصيب بها اثناء ما كان في المعتقل وتعرض للتعذيب تتكرر هذه الحالات سيد رضوان ان تقوم الميليشيا باطلاق مختطفين لديها على شفى الموت بعد ان يكونوا قد تعرضوا لصنوف من العذاب وال والانتهاكات وقبيل وفاته يتم إطلاقه بمقابل مبالغ مالية وما إلى ذلك هذه الجرائم في تعز أكثر من حالة ومؤخرا أيضا هناك حالة قرأت عنها بالأمس بماذا يمكن وصف هذه الجريمة هل هي جريمة قتل أم هي جريمة مركبة باختطاف وإخفاء قسري ثم قتل كيف يمكن توصيف هذه الحالة أو هذه الحالات نعم هي جريمة جريمه مركبه بدءا من الاختطاف اي بدءا من الاعتقال تعسفي ومن ثم اخفائه قسريا يختطف وتعذيب في السجن، كل هذه حالات متتاليه وجرائم مركبه الى ان تصل الى حد القتل، طبعا التعذيب حتى الموت هذه جريمه مستقله لهذا وهي من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم. حتى وان اطلقوه قبيل وفاته بعد ان يكون حاله ميؤوس منها نعم هم يطلقوه بعد أي بعد ان يعرفوا انه لا, لا قد قد استنفذت كل طاقاته وقدراته وبهذه الحاله وهو الان اصبح عال عليهم فهم يطلقوه وهم يعرفون انه في القريب العاجل سيلاقي ربه. في حالات كثيره يكون سبب الاطلاق هو ضغط بقيه المعتقلين. خوفهم من قيامهم باعمال شغب يعني مطالباتهم الدائمه بالافراج عنه لانه يصبح كما قلت على زملائه المختطفين وليس على هذه الميليشيا التي لا تكترث باحد كيف يمكن لمواطن اذا ما ساقه حظه السيء للوقوع في ايدي ميليشيا الحوثي والزج والزج به في هذا المعتقل ما هي الحالات التي يمكن ان يطلق من هذا المعتقل المواطن؟ هناك بعض الحالات النادرة طبعا يتم إطلاقهم ربما تأتي أحيانا بموجب مقابل دفع مبالغ مالية طبعا المبالغ المالية مبالغ طائلة من يحدد هذه المبالغ؟ رغم أنهم يعرفون أنهم ليسوا هم هم من يحدد هذه المبالغ طبعا الحوثيون وطبعًا لا الحوثيين أنفسهم هم القائمين على هذه المعتقلات يحددون مبالغ وربما ياتي بعض الناس في اليوم الاولى يفرض عليه مبلغ مليون ريال ياتي اليوم الثاني قد تضاعف المبلغ وهكذا وياتي بين شد وجذب ونقل من ابو فلان الى ابو فلان حتى تضاعف هذه المبالغ ويعاني معظم من من تم الافراج عنهم طبعا هم حاله نادره من يدفعوا مبالغ ماليه هل يتم استهداف يعني حالات كثيره استهداف حالات معينه من المقتدرين أو حالات من, المقتدرين في المجتمع كان من ضمنهم تاجر هذا التاجر تم استدراجه بطريقه او باخرى فبقي طول الوقت محل ابتزاز حتى تم اخراج منه مبلغ كبير يعني يصل الى عشرات الملايين عشرات الملايين مقابل حريه مواطن لم يفعل شيء كيف تقيم كناشط نعم. دور هم يعرفون نوع الضحيه يعني. نعم. كيف تقيم دور النيابه العامه في التجاوب مع البلاغات الوارده اليها فيما يخص قضايا الاختطاف واحتجاز الحريه؟ حقيقة في الوقت الحالي لا أعتقد أن النيابه العامه لها دور فيما يتعلق، هذه الأمور متعلقة بالشخص المنتهك نفسه، يجب أن يتقدم ببلاغ أمام النيابه العامه إذا تعرض لاعتقال تعسفي أو احتجاز حريته. أو اختطافه يجب أن يتقدم بشكوى أمام النيابة العامة يتقدم بها تفصيلا يوضحها فالنيابة العامة ستقوم بدورها أما في الوقت الحالي النيابة العامة في تعز بدأت بالعودة للعمل وطبعا هم يستقبلوا القضايا الجنائية التي كانت متراكمة خلال فترة الحرب نعم كيف يمكن إذا للضحايا توثيق خسائرهم وحفظ حقوقهم في التعويض مستقبلا اذا ما كانت النيابه العامه الان في دور العاجز او المغيب. في الوقت الحالي او من بدايه الحرب طبعا المنظمات الحقوقيه هي من تقوم برصد هذه الانتهاكات وتوثيقها اولا باول تمهيدا لتجهيز ملفات خاصه بالمنتهكين وتقديمها امام القضاء المحلي او الدولي في القريب العاجل ان شاء الله. سنتم في النيابه العامه او المحاكم بهذه الملفات الخاصه بالانتهاكات التي تعرض لها مدنيون في محافظه تعز. من واقع خبرتكم في التعامل مع قضايا الاختطاف عاده ما يلجا الناس اذا ما تم اختطاف احد يعني ذويهم الي البحث عن وساطه، عدم نشر الاخبار عنه يعني املا في عدم تعقيد حالته بماذا يمكن ان تنصح اي اسره او او مواطن تم اختطاف احد اقربائه لدى الميليشيا الحوثيه هل من نصائح معينه في هذا السياق كثير من الحالات من تعرضوا للاختطاف او الاعتقال التعسفي ناتي اليهم نريد لذوي الضحايا ناتي اليهم نريد نوثق معهم يقول لك في الوقت الحالي نحن لا نستطيع لدينا وساطات ربما في نأمل الإفراج عنه في القريب العاجل وعندما يصلوا إلى مرحلة تنقطع بهم كل السبل كل الوساطات تذهب هباء يضطرون العودة إلينا ونقوم بتوثيق هذه الحالات طبقا لما لما تعرضوا له يعني. إذا من النصائح الأولية التي يمكن أن تقومون بإسدائها لهذه العائلات وهذه الحالات التي يتم اختطافها هي اولا توثيق هذه الحاله بالساعه باللحظه من الذي قام بالاختطاف اذا امكن اليس كذلك او اذا كان لديكم اي تفاصيل اخرى للتوثيق بامكانكم بامكانكم ان ان يعني تنصحوا بها المشاهد اذا ما لا قدر الله تعرض لمثل هذه الحاله نعم نعم رساله نوجهها هنا عبر قناتكم قناه القس على اساس لكل مواطن يمني تعرض للانتهاك اختطاف او اعتقال تعسفي يجب الابلاغ عن هذه الوقائع اولا في في وقتها وحينها يجب الابلاغ عنها حتى لا تضيع هذه الوقائع وايضا بالضروره ان يتم توثيق هذه الحالات لانه مستقبلا ربما ياتي هذا المعتقل او المختطف لا ندري مستقبلا الى اين يذهب ربما يصبح يستخدمون كدروع بشريه ربما يتعرضون للتعذيب ويموت في المعتقلات وطبعا هنا لا, لا يعلم ذويهم عنهم شيء نعم. فيجب وننصح المواطنين او المدنيين الذين يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات ان يتم الابلاغ عن هذه الانتهاكات وقت حدوثها وايضا متابعه ما آلت اليه هذه الحالات يعني. نعم بماذا يمكن أن تعلق على تصريحات يعني الميليشيا حول إنكارها وجود آلاف من المختطفين لديها بعد اتفاق ستوكهولم الذي يعني تسلم الطرفان خلال هذه المفاوضات أسماء وقوائم بالأسرة وبالمختطفين كيف يمكن فهم هذا الإنكار من قبل الميليشيا لهذا العدد المهول قرابة ثلاثة ألاف اسم هم طبعا يتحققوا بحقق واهية يقولون أن هناك أسماء مكررة وهناك أيضا من هم متهمين في قضايا جنائية وقدموا على أساس أنهم أسرى أو معتقلين أو من نعم. هذا القبيل آه طبعا كل هذه حجج وهي آه هؤلاء 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 اعترفت معها مع سيد رضوان هؤلاء الميليشيا اعترفت انهم موجودين وانما بتهم اخرى لكن هناك حاله انكار لاكثر من نعم 2800 اسم آه يعني انهم غير موجودين لديها اسماء وهميه كما تقول طبعا هذه تعود عليهم انفسهم، هم الان مطالبون بان يقرروا مصير هؤلاء الناس طالما انهم مخفيين وموجودين لديهم. هل هناك توثيقات لدى 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 السلطات الشرعيه بهذه الحالات التي قدمتها خلال من خلال هذه القوائم؟ نعم نعم موثق وقت الاختطاف ووقت الاعتقال ومكان الاعتقال ومحدد كل شيء لكل حاله من هذه الحالات يعني هذا الشان شانهم عندما ينكرون ويقولون انهم نعم لا يعرفون عن هؤلاء شيء هذا لكن هذه الحالات على على العموم موثقه لدى ذويهم ولدى الجهات الراصده سواء كانت منظمات مجتمع نعم مدني حقوقيه او وزاره حقوق الانسان او جهات اخرى يعني محدده كل المنظمات العامله في في عموم الجمهوريه نعم. تقوم برصد وتوثيق هذه الانتهاكات اولا باول حتى لا تضيع حقوق هؤلاء الضحايا من التعويض المستقبلي ايضا لم يعد احد يبحث عن التعويض المستقبلي سيد رضوان الكثير يعني يعني الجميع الان لا يطلب سوى الحريه لهؤلاء نعم الحرية هي جزء من التعويض هذا جانب الجانب الأهم مقابل ما تعرض له هذا الشخص من اعتقال تعسفي واحتجاز حرية يستحق العدالة يجب أن يعوض نعم تعويض مدني عادل نعم نعم هل من رسالة أخيرة في هذه الفرصة تود أن تطرحها سواء للحكومة الشرعية أو حتى للميليشيا الحوثية للمواطنين لمن أردت تفضل انا اوجه رسالتي وهي الاهم طبعا للمواطن نفس المواطنين انفسهم المدنيين ممن يتعرضون للاعتقال او الاختطاف يجب ان يبلغوا عن هذه الحالات اولا باول حتى لا تضيع حقوقهم المستقبليه سواء كان الاختطاف هذا من قبل الحوثيين او من قبل اي جهات اخرى يجب ان يتم الابلاغ عن هذه الحالات اختطاف اختفاء ايضا هناك اختفاء قسري وهناك ايضا فقدان نعم اناس خرجوا ولا نعرف اين مصيرهم، هل نعم. ذهبوا باتجاه الحوثي، هل ذهبوا باتجاه هنا ولا يعرف مصيرهم الى الان نعم اذا نامل ان ان تصل هذه الرساله ونامل السلامه قبل ذلك وبعده لكل المواطنين، الناشط الحقوقي رضوان شمسان كنت معي من مدينه تعز شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام الى هنا انتهى وقت هذه الحلقه نذكركم بان وسائل اتصالنا مفتوحه من خلال الايميل الظاهر اسفل الشاشه او عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهده الحلقات السابقه من البرنامج على قناه بلقيس على اليوتيوب. امام عادل المختطف المدني السابق تم الرصد في امان الله.